تعزز قطاع الصحة بمدينة الأغواط بالعديد من الهياكل الصحية الجديدة التي ستساهم لا محالة في إزاحة الغبن عن ساكنة الولاية. تم إعادة تهيئة العيادة المتعددة للخدمات الدكتور سعدان، أين لاحظتم جودة التهيئة وكذلك تجهيزات الجد متطورة. نفس الشيء بالنسبة للمستشفى المختلط العاقد لطفي، أين تم الإشراف على وضع حيز الخدمة لخمس مصالح متخصصة، منها جراحة الأسنان، منها أمراض الكلى وغيرها. نحن نسعى أن يكون المستشفى قابل للتوسعة ليصبح مستشفى 400 سرير، بالإضافة إلى ما يقوم به القطاع الخاص من إنجاز بعض الهياكل توفر أحدث التجهيزات، حيث سنجعل إن شاء الله من ولاية الأغواط قطب صحي بامتياز في هذه المنطقة. أكسب للولاية فيها جميع التخصصات، فيها استعجالات طبية، فيها أمراض التوليد والنساء، فيها جراحة الأطفال، طب الأطفال، الأشعة، المخبر، إن شاء الله يعاون الناس كامل. المكتسبات الصحية الجديدة كانت محل استحسان المواطنين. المكسب الذي تدعم به قطاع الصحة في ولاية الأغواط يعتبر من أساسيات التي كان يطالب بها المواطن على لساننا، لأن المرضى كانوا ينتقلون إلى ولاية غردايا وإلى ولاية الجلفة وإلى ولاية الجزائر. فرحة كبيرة، وماذا بنا تكون إنجازات أخرى في ميدان الصحة ويتهلاو في العمان. مفخرة لولايتنا إن شاء الله، ونحى لهم العزلة والمعاناة اللي كانوا يمشوا بها من العاصمة الجلفة مش عارف وين، إن شاء الله هذا الإنجاز إن شاء الله يهنيهم. مكاسب صحية واعدة يبقى اكتمالها متوقفا على فتح مركز مكافحة السرطان ومستشفى الأمراض العقلية.